بكم معايا اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم خبز الفينو. كيجي قطني رائع. اللي غنحتاج ليه في المقادير هما الفينو، نفس العبار ديال الفينو مع الفرص، يعني عندي هنايا 6 كيسان عنبه ديال الفينو و 6 كيسان عنبه ديال الدقيق الممتاز ديال الحلويات، عندي معلقه كبيره ديال السكر، معلقه كبيره ديال الزبده بحراره المطبخ، جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، معلقه صغيره ديال الملحه، وغادي نجمع العجين بماء دافي. ضروري يكون ماء دافي، ما يكونش بارد وما يكونش سخون بزاف. غادي نغربل دقيق الفينو ودقيق الفرص. بسم الله. غادي نضيف معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، معلقه كبيره ديال السكر، معلقه صغيره ديال الملحه، جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، ومعلقه كبيره ديال الزبده. ضروري الزبدة تكون لينة. غادي نستعمل العجانة، يمكن لكم تعجنوا باليد، أنا كنفضل نستعمل العجانة. نخلط هذه المكونات مزيان حتى يندمجوا ليا الزبده والزيت مع الدقيق. من بعد ما خلطت مزيان المكونات حتى تدخلوا ليا الزبده والزيت في الدقيق مزيان، غادي نضيف ماء دافي. وغادي نعجنوا مزيان حتى نحصل على عجين رطب. من بعد ما عجنت العجينه مزيان حصلت على هذا العجين، هذا ضروري يكون رطب. غادي نخليه يرتاح. من بعد ما خمرت لي العجينه وضعف الحجم ديالها غادي نحيد ليها الهواء.
وغادي نقطعها لقطع صغيرة متساوية. غادي ناخذ ورقه ديال الفران، غادي نوضع ليها القليل من السميده رقيقه، غادي ندير الخبيزه ديالي غنخليهم يرتاح واحد 10 دقائق عاد نكرسهم شويه. من بعد ما خليت الخبز يرتاح 10 دقائق وضعته في الصينيه ديال الفران، غادي نكرسو شويه. وغادي ناخذ الموس يكون حاد، غادي نشطو وغادي نخليه يرتاح تيخمر مره اخرى. من بعد ما خليت الخبز يخمر غادي ندهنو بماء دافي، غادي ندهنو مزيان بالماء يكون دافي، وغادي نرش عليه السميده الرقيقه.
وندخلو الفران يكون سخون، غادي نشعلوه على درجة 280 درجة، يطيب من تحت ومن فوق حتى ياخد داك اللون الذهبي. من بعد ما طيبت الخبز وخدا ليا هاد اللون الذهبي، خرجته من الفران وهذا هو الشكل النهائي ديالو. كيجي قطني، كيستحق التجربة.